لا والصلاة والسلام على رسول الله. حياكم الله جميعا، عدنا والعود أحمد بفضل الله ومنته. خليها هنا والله سوي بعض صينية ذا هم واحد. ايه عدنا والعود أحمد، انقطعنا مدة طويلة تقريبا عن أمسياتنا السبت اللي كل أسبوع نسويها، كان إما في المركز مركز السنيورت أو في بيت أحد الأحبة أو الأخوة ويانا في شركة دي أكس. حقيقة كان لها أثر إيجابي كبير، منهم من يحضر معانا فيستفيد ومنهم من يشاهدنا على البث المباشر ويعني يتعلل معانا كما يقال. بعد مشاغل وارتباطات كثيرة الحمد لله صفيناها كلها وإن شاء الله ما تجينا مثلها، تجينا أفضل ونكون عندنا وقت بإذن الله وقت أوسع. فإن شاء الله تعالى رجعنا على أمسياتنا الأسبوعية، لكن أمسياتنا الجديدة راح تكون غير بإذن الله. ما راح تكون في بيوت الأعضاء، بل ستكون بإذن الله تعالى في هذه المقهى. طبعا خليني شوية أدردش لكم وأحكي لكم عن المقهى. هذه المقهى الغاية من عندها افتتاحها هي للقاء الأعضاء، للأمسيات، للاستقطاب. فيها خدمات جهزناها بخدمات تنفع كل عضو، ممكن مثل ما ذكرنا الاستقطاب أو اللقاءات الجانبية أو اللقاءات العامة، بل حتى التدريبات لقادة الفرق مع فرقهم، وكذلك الاحتفالات في الأعياد في الرتب ومناسبات كثيرة. لذلك أمسياتنا المقبلة بإذن الله تعالى ستكون كل سبت، جهزوا حالكم، كل سبت في هذا المقهى اللي هو في وسط السنيور، قريب عن المواصلات، قريب عن كل الخدمات بإذن الله تعالى. شروط ونظام الأمسية اللي تعودنا عليها هو تبدأ بالتعارف، كل واحد يذكر يعرف عن نفسه ومن أي بلد، وإذا عنده رتبة يذكر الرتبة اللي وصلها. تمام أستاذ، تعال يجا تعال، ما في مشكلة، قربها هيك. يعني نقرب كان الصوت يعني بس. أي نعم. من شروط الأمسية هو التعارف، تبادل الخبرات، يبدأ من اليمين ثم تقفل لأول واحد بدأ، يعرف عن نفسه عن بلده وكذلك الرتبة اللي وصلها، ونبدي افتتاحية الجالسين ثم ننتقل لمشاركة الخبرات والإنجازات الأسبوعية. شو سويت الأسبوع اللي ماضي، شنو من إنجازات عندك، أو شنو التحديات اللي واجهتها، فنقعد إحنا نتدارس هذه التحديات أو هذه الفوائد اللي راح تذكرها أنت في هذه الجلسة فتفيدنا ونستفيد من عندك. أكرر، وكل من واجهت تحديات معينة أو صعوبات لا بأس أنه يطرحها بصيغة الاستفهام، بصيغة المعرفة، بصيغة معالجة هذا التحدي بإذن الله تعالى. طبعاً راح أترك أيضاً افتتاحية الكلام الأستاذ كمال، ثم بعدها نبدأ بالتعارف بإذن الله تعالى. بارك الله فيك. طبعاً أنا أحب أوجه الشكر الجزير للأستاذ محمد عطوان، حقيقة كالعادة إنسان مبدع بأفكاره الإيجابية، خصوصاً وإحنا نتكلم عن بزنس اجتماعي، هو من الناس حقيقة اللي يجيدون مهارات التواصل الاجتماعي، ممتاز جيد يعني بشكل كبير، عنده تواصل عالي في إدارة اللقاءات، الحفلات، الاجتماعات، المناسبات، هذا أشهدك بها يعني. الله يرضى عنك. بس اليوم حبيت أقول لكم يعني تعقيبا على ما تفضل بي أبو صهيب، فكرة وجود مثل هذا المقهى هي فكرة تصحيحية لمفاهيم كثيرة حقيقة تلوثت في مجتمعاتنا بسبب تأثرنا ببعض الحضارات المعلبة اللي تجينا مستوردة. سابقاً مثل ما كنت أعرف وأقرأ، كانت المقاهي في دولنا عبارة عن منتديات أدبية، مطرحات شعرية، ألغاز، حتى كان على ما أذكر يعني ولحقت على شيء منها في بغداد، في هناك مقاهي متخصصة، يعني أذكر كان في الأعظمية مقهى اسمه مقهى الشيخ،
اغلب اللي يقعدون به شيوخ، فكان في مقهى خاص للادباء، مقهى خاص للمحامين، احيانا حتى اللي تروح تحصل استشارات يعني قانونيه وكذا في احد هذه المقاهي الادبيه. للاسف بالفتره الاخيره صارت المقاهي للارجيله والمشاهدات المباريات ولعب الدومنة عباره عن حرق للاوقات وقتل للاعمار. اليوم هذه الفكره ما نريدها تكون مقهى شبيهه بهذه المقاهي، نريد نستعيد هذا الماضي بامجاد جديده، انه ممكن هذا المقهى يخرج ناس بزنس مان، رجال اعمال، ممكن هذا المقهى يخرج ناس عندهم افكار يغيرون افكارهم من خلال انه يقعدون يسمعون قصص نجاح، يتبادلون خبرات. لذلك من الاشياء المهمه ان شاء الله راح تلقونها في هذا المقهى، راح تلقون اعز وانفس الكتب اللي تتكلم عن صناعه البيع المباشر، راح تكون متاحه هنا، اسعارها طبعا ثمينه جدا وترجمه للغه العربيه، ممكن اي عضو هو جالس يشرب له كوكبه يقرا او يقتبس او يحاول يستفيد. هذه واحده من الاشياء اللي ممكن تطرح. ايضا بالاضافه للامسيه اللي هي طبعا صناعه إدليمية بامتياز بدا بيها هو، راح تصير شغلات ثانيه، لا راح نسوي شغلات دوسريه حتى ننافسهم يعني. راح باذن الله راح نسوي يعني جلسات خاصه بالحوار والمناقشات. في قبل يومين كان عندنا لقاء يعني شويه ضيق كان خاص، ناقشنا فيه اسباب تعثر، كان معانا الاستاذ محمد البهل، تعثر نمو بعض الفرق، قائد قوي ناجح واصل رتبة إلى ديكسن والنمو عنده يتوقف، ليش؟ أو الخطوط عنده تتوقف، شنو المشكلة؟ أو يمكن صارت وياكم، معاكم ناس ناجحين طموحين يحبون البزنس يحضرون كل اللقاءات لكن ما يطلعون بالرتب، ليش؟ وقعدنا نشوف بعض الأفكار ونحاول نستفيد أيضا من الخبرات. فنحتاج مثل هذه الأماكن اللي هي تكون حقيقة أماكن مفتوحة، واحد يتعلل فيها وعلى قهوة ديكسن وهو يشربها، لانه مو كل المقاهي توفر لنا هذه الخدمه، انه توفر لنا هذه القهوه تبعتنا. هذا واحد. اثنين، هذا المقهى اندر كنترول، تحت ادارتنا يعني، كيف نحن نقدر، يمكن لو مقهى ثاني يقول لك تعال انت جاي تصورون يلا مع السلامه. فالشاهد انه هذا الفكره هذا المقصود منها. اذا هو الموضوع طبعا لا هو خاص بكمال الدوسري ولا خاص بدليم ولا بالدواسر، اي واحد يقدر يجي هو وفريقه يقعدون في وقت يختارونه، يحجزون القاعه مثلا، حتى مثلا ينبهون الموظفين لحتى لا يصير تعارض ربما شخص اخر، فيعرف الموعد المناسب حتى هو يقدر يدير الجلسه بنفسه هو وفريقه، يقدم لهم الضيافه المناسبه اللي يعتقد انها تخدمهم، لانه راح يتذوقون شيء من المنتجات، وبنفس الوقت يعني تعرفون هذا يعني المقاهي القعده بها شويه تصير اريحيه، مو مثل القاعات المحاضرات او مراكز دي اكس ان او المكاتب لها اوقات وتغلق. يعني هذا ارجو ان اعطيت فكره للطموحات او الفكره اللي راسمينها لهذا الموضوع. فالموضوع هو عباره عن انه شلون نوجد مجتمع صحي. اليوم طبعا ديكسن ترى متطوره بهذا بشكل كبير، الشركه ماشيه لابعد من هذا، سوت لكم في ماليزيا مدينه متكامله، مدينه ماركت ومدارس وشقق وفلل كلها للديكسن، يعني من اول ما تدخل المدينه في سيبرفيل، وقاعدين بعض الاعضاء السفراء الان قاعد يشتروا هناك، ان شاء الله اليوم لكم تشترون. فنحن قصدنا انه دائما، واحنا طبعا الفكره طرحناها حتى الدكتور لين، طلبنا انه تكون مثل هاي المدينه في تركيا، فقال ان شاء الله يعني، لان تركيا ما شاء الله العقار فيها جيد وممتاز وفي تنافس كبير عليه الان، فليش نشتري واحد قاعد هنا وهناك؟ لا والله كله جيراني جماعه ديكسن، والسوبر ماركت اللي نروح له هو ديكسن، والالعاب اللي موجوده وكل شيء يكون داخل هذا الكوميونتي، داخل هذا المجمع، هو كله تابع للديكسن. فان شاء الله قادم اجمل باذن الله تعالى. هذا هو الجميل، ان احنا فعلا قاعد نتجه الى لايف ديكسن، ديكسن حياه متكامله. حتى المنتجات في ديكسن راح تتنوع وتخص الاشياء الاخرى خارج حتى موضوع الاغذيه التكميليه. يعني عموما انا ما بدي اطيل اكثر، فاترك ابدا من عندي ولا من عندك موضوع التعارض؟ يلا كيف؟ تروح ايش انت؟ طيب ابدا طبعا بنفسي، أخوكم كمال الدوسري من العراق من البصرة، واصل لرتبة تربل دايمون، وخلاص من العراق. العراق قاعد نسولف. ذاك اليوم بالمناسبة جاي أعرف نفسي الشخص، عك شغله
فبعدين اكتشفت من صارت ميانة وقال والله يا أخي أول ما تكلمت عن نفسك قلت هذا شقد مغرور والله زين نبهتني حتى مرة ثانية ما طول كلمتنا يعني تعريف أستاذ كمال يعني ما شاء الله الله يبارك فيك نشاطاتك واهتماماتك يعني الله يسلمكم الله يبارك فيك طبعا أخوكم محمد البهلي من سوريا عمر برتبة بشركة دي اكس ام برتبة ستار روبي عند الأخ أخوكم محمد زين من سوريا من حلب برتبة ستار روبي حياك الله أستاذ محمد أخوكم وائل حلاب من الشام من سوريا برتبة وكيل نجم نعم حيا الله أستاذ وائل يلا الدور لك معقولة جاي تصور نفسك؟ أخوكم رضوان القروط من سوريا برتبة ستار دايموند طبعاً بالمناسبة الشباب الجالسين كل واحد قدامك يذكر اسمه إذا أنت من النوع اللي تنسى الأسماء سجل لأنه الغاية من هذه الجلسات هي التعارف وتبادل الخبرات ما نقبل أي واحد يطلع منا يقول له هذا اللي كان على اليمين ما أعرف شو اسمه إحنا غايتنا التعارف يلا بسم الله أخوكم مالك محمد من سوريا وكيل نجم إن شاء الله نكون من السفراء إن شاء الله والله نساني جيت أشرب بالقبق بس سمعت سفير ملكي كيمتى طلع أخوكم طارح حمضان من سوريا حمص عضو بشركة دي اكس ام وكيل نجم منور أستاذ طارح من فريق من أنت؟ ما شاء الله صاير تشتغل شغل قوي حياك الله ما شاء الله حياك الله من فريق من حضرتك من الأحفاد يعني تسمع عنا بعد يومين ترى ماسي وباقي يا رب. إذا مو هالم سير وراء يا رب يا رب نأخذ عهد يعني إن شاء الله يا الله حياك الله سال عبود أخوكم مالك قريب الشام يعني أنت هم اسمك مالك استاذ مالك جاي يخلف موالك اخوكم مالك بخاج من لبنان اي اس دي نجم ماسي تنفيذي حياك الله الله يبارك اخوكم محمد عطوان معروف باسمه ابو صهيب من العراق برتبه جولدن دايموند الله يرضى عليك شو يعني جولدن دايموند جولدن دايموند يعني من ماسي من ماسي ماسي وارعى ثمان خطوط ماسي ما شاء الله الله يبارك نجم ماسي ذهبي نجم ماسي ذهبي نعم باللغه العربيه حياكم الله وبارك الله بكم مثل ما ذكرنا بالمقدمه انه احنا بعد الافتتاحيه راح نبدي ناخذ مشاركات كل واحد مثلا شو انجز هذا الاسبوع شنو الشغله اللي اكتشفها شيء جديد بالعمل ويريد يفيدنا بها وكذلك طبعا انتوا الان على اللايف على البث المباشر فراح تفيدونا وتفيدون من يتابعنا وكذلك اذا في تحديات ايضا نذكرها خلوني ابدا ب ما اريد اسميها قصه وانما هيك يعني حدث من احداث العمل في دي اكس ام سبحان الله بالفتره الاخيره يعرف استاذ كمال بعض الاخوه المقربين مريت في تحديات قوية جدا اللي يشوفني مبتسم يقول والله بطل منها ضغوط العمل فتحنا كم مشروع منها هذا المشروع وبعض الالتزامات وبعض خلينا نسمي الالتزامات العائلية فوصلت لي مرحلة يعني أصفي بها المهام والإشكاليات والتحديات يعني عندي تحدي صرت أكتبه وأعد للعدة كيف أتعامل معه فأثناء ما كنت طبعا خليت واحدة من بناتي تشتغل وياي تساعدني بالعمل بنتي الكبيرة فأثناء ما جاي نكتب المهام كتبنا مهمة أنه لازم اليوم ننجزها فسبحان الله استوقفني شغلة قلت قبل دي اكسل كنت يعني قاعد انا افكر بالموضوع يعني قلت قبل دي اكسل كان اي شخص انا شخصيا اي مشكله تمر بي كنت اقف امامها اما عاجز وعليكم السلام حياكم الله حيا الله الشباب
وعليكم السلام، حياكم الله يا مرحبا. إما أقف أمامها عاجز أو أقعد أشارك همي بقية من يفهمني، اليوم صار بي كذا، اليوم صعد السوق، اليوم فلان نكتبية وكذا. كنا من يمر بينا تحدي معين ما عندنا غير بس الشكوى، وننتظر رب العالمين متى كيف تنحل هي من كيفها. الآن ألاحظ نفسي بعد سنوات أنا صرت أعد العدة لأي تحدي يواجهني، بل لأي إنجاز أعد له وخطة عمل وباكر إيش راح نسوي، واليوم لازم الساعة كذا، لازم ننجز الساعة الإنجاز اللي حطيناه من ضمن المهام. سبحان الله، قلت الحمد لله أنه الله أكرمنا بعمل يظننا البعض المسوقين أنه إحنا في دي أكسن أنه إحنا فقط نسوق منتج وخلاص. نقولهم تعالوا شوفوا الخير اللي بيه، إحنا ثراء اجتماعي، ثراء فكري، ترتيب خطط، ترتيب يومك، تنظم يومك، عرفت بأي ساعة تنام، بأي ساعة تقعد. طبعا موضوع النوم بعد عندنا بيه إشكالات حتى أكون صادق تمام. لكن صار عندنا نعرف أنه خللنا وين، نعرف شو وقت ننام، شو وقت نقعد، شلون ننظم يومنا، شلون ننظم تحدياتنا، شلون نواجه بعض التحديات اللي نواجهها. لا بل وصرنا نساعد من يواجه تحديات انه كيف نشاركهم بعض الخبرات، نقعد وياهم ونخطط ونرتب ونقول لهم اعمل كذا اعمل كذا. فبفضل الله ومنته هذه نعمة أتمنى أنه تستشعروها معي، أنه شلون الله سبحانه وتعالى أكرمنا بعمل ارتقى بينا، مو بس بالتسويق، مو بس علمك شلون اليوم تعمل صفقة، ولو إحنا مشروعنا مو مشروع الصفقات، علمك كيف تسوق منتج، علمك كيف تتكلم مع الناس، علمك يعني تتكلم مع الناس هذا فنون الخطابة، صحيح هذا فنون الخطابة يعملوا لها دراسة، علمونا كيف ننظم وضعنا وتصير عندنا أمسية. مثل ما ذكر أستاذ كمال قبل قليل، قال من ضمن أهداف المقهى أنه نريد نعيد فكرة المقاهي اللي كانوا يجتمعون بها الأدباء والفنانين والشعراء، واليوم إحنا نريد نسوي نفس هذه الخطوة بنادي لدي أكسن لرجال الأعمال اللي هو حضراتكم. لذلك اليوم إحنا في مشروع ارتقى بينا، فلازم أنه نتمسك به وبنفس الوقت نرتقي معاه. كيف نرتقي معاه؟ نرتقي بأخلاقنا، نرتقي بكيفية هذا الخير اللي تعلمناه ننقله للي بعدنا. كيف ندربهم؟ كيف نعلمهم؟ نعلمهم كيف يبدون يسجلون، وكيف يعرف حقه من 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 هذا العضو اللي استقطبه، هل هو من حقه من حق غيره؟ نعطيهم هذه الثقافة الرائعة اللي هو حقك وورا. نعلمهم ثقافة الخطابة، نعلمهم ثقافة بناء الفريق، نعلمهم ثقافة التواصل الاجتماعي، نعلمهم ثقافة، وهكذا بفضل الله ومنته. لذلك هاي خاطرة كنت يعني أحمد الله وأشكره عليها، أنه كنت في أثناء كتابتي لهذه المهام، وأقول الحمد لله أنه قبل سنوات وين والآن كيف كنا ننظم يومنا وساعاتنا وخططنا العملية. وما أريد أكون فقط أنا المتكلم، نسمع منكم. الله يبارك فيك. حقيقة اللي ذكرته هو أثار في ذهني كثير من الأشياء اللي ممكن أسأل بيها أخواني وندير نقاش حلو جميل. أكيد كل واحد منكم يعني مثل ما قال أبو صهيب، لما دخل هذا المجال تغيرت كثير من أشياء في حياته، مسألة إعداد المهام، متابعتها، مسألة التخطيط. يعني يمكن قبل لما كنا في المدارس يكلمونا عن موضوع التخطيط نضحك أو نعتبره في شيء يعني نوع من الخيال أو شيء، شلون خلينا نقول المثالية الغير واقعية، مثاليات، هي شيء غير واقعي، شنو تخطيط. أما الآن صرنا لا نؤمن أنه الطريق الصحيح للنجاح ولا بد أن تكون لديك خطة. أعتقد كل الموجودين هالشكل، ولا أنا غلطان؟ لأنه ديكسن علمتنا أنه يعني تريد تنجح عندك هذا التارجت ولازم تحط هدف، وعندك رتب ومراحل لازم توصل لها، فكل رتبة لها متطلبات، نقاط تراكمية أو خطوط تتأهل، فهذول شو راح أقدر أهلهم، أو هاي النقاط شو راح أقدر أحصل عليها. صرنا شوية ندرس يعني
شلون تبيع، شلون تتكلم، شلون تقدم محاضرة، شلون تعد برزنتيشن، صح؟ في منكم الآن يمكن يطمح إلى أن يدخل أو دخل دورات تدريبية متخصصة في الإلقاء، في الإقناع، هذه كلها مهارات ذاتية. للأسف يعني هذا اللي جاء في بالي، وأريد تنتبهون لأن بعضكم الآن آباء عندهم أولاد. للأسف أكثر من أكثر الناس، وأنا قبل أيام سويت بس طرابزون كانت حلقة خاصة عن موضوع التربية وأثرها وأثر النجاح والنجومية على التربية. التربية صناعة مثل الديكس ومثل أي شيء، فلذلك أكثرنا للأسف وراح أربط لكم إياها أيضا موضوع ديكس حتى ما نخرج عن الموضوع. أكثرنا للأسف لما يفكر أن يربي أولاده شنو اللي يفكر به، شنو اللي يعتقد من مهمة، أنه يوكله يعطيه الصحة يعني إذا تمرض يوديه للطبيب، مو يجي الشتاء لازم يلبسه ثقيل يطمن عليه يطلع حتى ما يأخذ برودة، صح؟ يعني هاي الشغلات اللي نفكر بها، يوديه للمدرسة، صح؟ لا عادية فقط. تعرفون ان هذه الشغلات، تعرفون ان هذه الشغلات الله يكرم السامعين انه حتى الحيوانات تسويها لابنائها، صح؟ يعني كل يعني هذا الشيء فطري، كل حيوان يرعى وليده الصغير لحتى يكبر ويتقوى ويصير يعتمد على نفسه، فهذا الشيء فطري. المشكلة بالتربية مو شيء الفطري، المشكلة بالتربية الشيء الاكتسابي. يعني حتى المدارس صارت بالنسبة لنا هي مو غذاء لعقل طفلي أو ابني حتى يصير إنسان فاهم وذكي، لا، أدور على المدرسة اللي من خلالها يقدر ابني يحصل وظيفة حتى يطلع فلوس. أدور على الشهادات العليا. أدور على الشهادات طبعًا، غير إنه هذه الشغلة هسه صارت غلط، ما توكل خبز. يعني بعضهم الان مثلا اذا يدخل ابنه نظام امريكي او انجليزي على اساس حتى يتعلم لغه وهاي لغه البزنس، ترى بشرك الامريكان هم اول ناس لغه، والان الشهاده كشرط للتوظيف او الحصول على وظيفه، الان يعتمدون على شيء اسمه مهارات. تدرون ان الشيء اللي ما علمونا ابانا الله يسامحهم هم ما يدرون لانه كان وضعهم مختلف، بس المشكله احنا راح نتحاسب، ما حد علمنا مهارات، لا المدارس ولا أبائنا. من اللي علمنا المهارات؟ ديكسن. ديكسن والحياة يعني هي جزء من، ولذلك الناس اللي ناجحين الآن في البزنس هم الناس اللي تعلموا مهارات من الحياة، عندهم تجارب بالحياة، مو اللي تخرجوا من الجامعات. ولذلك أتحداكم تجيبوا لي الآن أكبر 10 رجال أعمال بالعالم عندهم شهادة، بس هم مشغلين كل أهل الشهادات. كل اللي أغنى يمكن 10 رجال بالعالم عندهم شهادات عليا، وش ما عندهم، بل أعتقد الأول أو الثاني بالعالم ما عنده حتى شهادة جامعية، لأن هذه مو طريق للحصول على الثروة، لأنه هذه ما تعلمك مهارات. المدارس ما تعلمك مهارات، ولا الجامعات ولا الماجستير ولا الدكتوراه ما تعلمك مهارات حياة. أنا مرة سمعت كلمة للراجحي، تعرفونه من أشهر الأثرياء في الخليج في السعودية، هو مخلص ابتدائية طبعا، ودخلوا على التويتر تبعه وشوفوا عاد كان يقول كنت أروح، كاتبها في أحد التغريدات، على بعض المصانع فأجد بعض المهندسين يعملون أخطاء يعني فظيعة، فأجي أصحح لهم، فبعدين المهندس يقول له صحيح هاي أخذناها بس أنت كيف عرفتها؟ يقول فاضحك، أقول له هذه من التجارب، من تجاربي، ولأنه مشاهد كثير مشاريع وتابع وكذا، فعرف أن هذه ما تصير بهذه الطريقة، تصير بهذه الطريقة، بس هو ما درس دراسة، بس تجاربة بالحال. اللي أريد أقوله شنو؟ اللي أريد أقوله نحن المكسب الإضافي اللي كسبناه من ديكسن هو ان علمتنا انه لازم نتعلم مهارات. قبل شوي قلت لكم قاعد تتعلمون مهارات، ترى هي هاي المهارات اللي تعينكم بالنجاح، الاقناع، التفاوض، الالقاء، الحديث امام الجمهور، هذه المهارات لولا هذا العمل ما توجهنا عليها ولا عرفنا قيمتها اصلا.
يعني انا هذا اللي جت ببالي اليوم واسمع كلام اخوي العزيز استاذ محمد يقول اني انا شفت نفسي تغيرت لما قمت تجيني مشكله مشاكل الخاصه بحياته ومشاريع الخاصه مو ديكسن صار النمط تفكيره مختلف انه كيف اواجه المشكله لازم اغير سيستم حياتي. مره مرات واجهتني مشكله ايضا في تربيه احدى البنات سلوكيه معينه من السلوكيات. تخيلوا شنو سويت؟ رحت اقرا كتب، اتصلت بناس مختصين. قبل احنا ما يعني ما عندنا هذا التصور انه لما تكون عندك مشكله لا انت تيجي تعالج المشكله يا اما بالضرب يا اما بالتهديد يا اما بالردع. ها بس ما عندك يعني مال انه تروح تشوف شنو الدوافع وشلون تعالج هاي المشكله ما كانت موجوده. هاي خبره كنا بتسميها الردع فقط مو صح. ولذلك يعني جزا الله خير اثار نقطه كلش مهمه انه يعني انا ذاك اليوم كنت اتكلم انه احيانا مع البحث عن الشهره والنجوميه ننسى اهم وظيفه في حياتنا اللي هم ابنائنا. يعني هذول لان ارواحهم مو لعب. تخطب مشروع تكبه ما يخالف تبدل ثاني، تخسر فلوس تجي فلوس، بس اذا خسرت انسان شعور صعب. فلذلك احيانا بعض الناس يقول لك انا مشغول، ابنك ما له علاقه بشغلك الا حقوق. يقول انا والله انا انسان نجاحك، نجاحك ما يعني ترى، لان يعني بعضهم حتى كتب لي بالتعليقات انه انا لما اصير قدوه ابني يتاثر. لا مو صحيح، مو شرط. يعني ايضا لازم مثل ما ترعاه بالجانب الصحي يعني تجيب له سبايرولينا وكورديسيبس هذه الامور، وهذا شيء جميل طبعا. هذا الدي اكس ان هم رائعين بي، لان هاي لها تفصيله. لان يعني بعض الناس على بالهم العنايه الصحيه انه لما يمرض تودي، لا احنا الحمد لله انتقلنا لمرحله انه ما نخليه يمرض، نطيل المكملات والاشياء اللي تخليه ما يروح. فهذا طبعا يعني قيمه كبيره اضافت انها، لكن صدقوني مو بس هي. علمه مهارات الحياه قبل، اهتم بالمهارات اكثر من الدراسه. تعجبني كلمة قالها أحد الأبناء، قال أنا أبوي أذكر مرة من مرات اللي خلاني أحب الدراسة شنو؟ رسبت بالمدرسة وأجيت للبيت، فكانوا كل الأولاد خايفين يراون أبوهم يعني أو شلون راح تواجه. قلت ما يقول لهم الله ما أعرف، بس أنا اللي معلمني الوالد إنه لازم أقول الحقيقة. والله كريم الله يعين الجماعة البقية اللي حاول يضمها مدري إيش اللي يغير، المهم يشوف طريقة بحيث لأنه عارف وراها إيش. هذاك لما راح ما في مشكلة، بس أريد منك وعد أن المرة القادمة أنا ترى أنا تكلفت والله يعلم إيش قد، وأنت تعبت وضاع وقتك، أنت راضي عن هذا؟ لا ما راضي. طيب توعدني أنه المرة الثانية ما تتكرر وإن شاء الله تتخطى هاي السنة؟ أوكي. فيقول هذه الطريقة بالبر اللي يعني كلمني بها على رسوبي كانت اكبر دافع ليكون اكثر انسان نجاحا في المرات القادمه. يعني انتم ملاحظين الفرق في هذا. طبعا الاب من وين جاب هاي مهاره؟ مهاره في معالجه الفشل او الخطا اذا صح التعبير. وايضا احنا الان هاي يعني ينطينا اشاره انه يعني انا حي ابو صهيب اليوم ابناءه موجودين معه، لأن هيك كانوا يسوون قبل مجالس النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عباس اللي هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم حاضر معه. أنس حطت ابنها خادم عند النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتعلم منه. فكانوا الصغار يجلسون في مجالس الكبار حتى يتعلمون منهم، يأخذون القيم ويأخذون يعني يتعلمونها من خلال الممارسة. فهذا شيء تربية يعني بالعكس عملية ومهمة جدا. فخليهم يشاركون وياك حتى يتعلمون مهارات الحياة، لأن المدارس ما تعلموا. أنا آسف على النقطة. أنا بس هاي النقطة بدي أشير لها، عكس بعض المجتمعات الآن صراحة الطفل يعني بمجالس الكبار ما له جلوس. وأنا أشوف إنه هذا الأمر أنا من صغري، أنا يعني حتى وأنا صغير أشوف إن هذا الأمر يعني إجحاف. تعرف ليش؟ تعرف ليش؟ لأنه أكثرهم مقتنعين أن مجالسهم ما تصلح الأطفال لأنها سيئة.
والله يعني انت تخيل لو مكان في شيء في ابنك شلون ما تجيبه تخليه بي. لكن هو رايح يسوي له سالفه يعني حشاكم ما يعني مثل... فبالتالي لازم ابنه يبعده عن هذا الشيء مثل اللي يدخل يقول له لا تدخل عارفين يعني ما يريد ورطه لان عارف شنو المشكله يعني اللي تجي وراها عارف انه ودي يسوي خطا قاعد يسوي شيء خطا وموضوع يا اخي يشتري وهو مكتوب عليه سبب رئيسي لامراض السرطان يعني واحد قاعد يشتري وقاعد ياخذ شو يسوي فالله المستعان على كل حال فهو هذا السبب والا انا لحقت على بعض المجالس والقبائل لا خصوصا كان الشيوخ العشائر يخلون اولادهم وياهم يجلس بالمجلس يعني يدري هذا من بعده راح يلزم الديوان شلون اذا ما يعرف الامثال والاحكام والاعراف العشائريه بالفصل والقضاء بين الناس ما راح يعرف يدير الامور راح يضيع قبيلتهم فيجيبه قاعده وياه لانه يعرف هذا المجلس راح يستفيد منه مهاره ف يعني خلونا نسمع ايضا مداخلاتكم حقيقه جزاك الله خير هذا فاحنا نريد كل واحد يتكلم لنا شنو المهاره الجديده اللي تعلمها من دي اكسل هذا أي. يعني ما زال احنا استفتحت انت بهذا الموضوع جزاك الله خير باليمين العشوائي لا على اليمين صبح. مهاره يعني يحس انه شيء تغير بحياته صبوه بعدين اي صبها صح والله يعني شغلات لا تعد ولا تحصى صراحه كوني انا صار لي 3 سنين بشركه دي اكسل سولف سولف احنا راح ناكل نعم أهم مهارة تعلمتها تحضير الأطفال. اليوم أريد نتعلم مهارة إنه شلون شلون خلي يتكلم وإحنا ناكل. إحنا ناكل. يلا. طبعًا المهارة الأولى تعلمتها ثقافة الصحة صراحة أنا هاي كنت فائدة تمامًا يعني كنت مفكر الموضوع الصحة إنه خلص بس الواحد يمرض مباشرة على طول دفعت حرارته ونزلت سخونته وكذا إلى آخره الطبيب مباشرة يعني ما كنت متوقع إنه أنا من خلال الصحة من خلال المنتجات أنا أخذها غذائية أقدر أحافظ على صحتي صراحة مع إنه كنا نطلع نلعب رياضة نركض يعني كنا أخذين الصحة فقط رياضة وتروح على الطبيب وبعدين تساوي لك تعقيبا على كلامك في ملاحظة مهمة جدا يا شباب مرة ذكرتها في أحد المحاضرات لو أسألكم سؤال من الأهم في موضوع بناء جسم صحي الغذاء أو الرياضة من الأولى اثنين سوا يلا هذا واحد قال اثنين سوا اثنين سوا انا عندي غذاء خليك شوي انت انت صح طرحته غذاء مين سوى من يقول الغذاء اول الجماعه ويانا ولا مشغولين الاخوات احنا قلنا من الاولى في يعني ببناء جسم صحي الرياضه لو الغذاء الصحي الغذاء الصحي اولى ها الغذاء والرياضه تكمل عليه انا اشوف ان يعني قياسا على اهل قبل كان يعني عندهم نسبه التدريب اعلى من اهتمامه بالطعام فهيك يعني هسه خطر على بالي الصحيح والله الغذاء لما تقرا اكو بحوث تتكلم يقول لك حتى الدوره الدمويه اللي هي تتنشط من خلال الرياضه تحتاج سعرات حراريه ولذلك الرياضي اللي ما يتغذى بشكل جيد يفشل ما يستطيع والرياضيين تعرفون شو يسوي لهم الان المدربين انا ذاك اليوم اشوف لاعب عراقي يتكلم عن قبل ما كنا نعرف قال الان يحكي عن الاحتراف يقول الاحتراف ما في لك برنامج غذائي مو بكيفك لك برنامج غذائي هالقد بروتينات هالقد مدري ايش هالقد وبالتالي الغذاء الصحي هو الاساس لانه الرياضه ما تقدر تسوي لك شيء اذا انت ما تتغذى بشكل جيد ممكن يصير عندك عياء ممكن تمرض شايفين البناء كمال اجسام كم يحتاجون البروتينات بالجري بكل شيء لانه تحتاج الى طاقه فلذلك نرجع الغذاء هو الاساس طبعا اذا كان مع الرياضه راح يكون فعاليته اكبر واكثر بالنسبه للجسم لا شك لكن كأولوية الغذاء هو أول. جزاك الله خير إشارة مهمة هذه حتى. الله يبارك فيك. طبعاً هي أحد الشغلات أنا ما لح طيل كلام يعني نسمع حتى نخلي كلام للجميع إن شاء الله. إن شاء الله. نرجع منعاود مرة ثانية. الله يبارك. بس انت شوي لا هو شكله قال الجماعه راح يخلصون الاكل خلنا والله صراحه انا عم بحكي بس فقال خلي الجماعه ما تطيل ها
هو بداية التعريف انه تعلمت فيك. عرفنا بحالك بس لانك جيت متأخر. اسمي محمد عمار حمد صديقه يا محمد يا حي الله نورك. انا كسبت خبره بمجالستنا الكريمه ان شاء الله. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. معنا بشركه دي اكس ان ومن مستخدمي المنتجات. الله يبارك ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جبنا معي طبعا أول شيء بدي أحيي القادمين كلهم والقائمين على هذا المجلس الكريم، إن شاء الله يا رب تكون انطلاقة رائعة ثانية مرة أخرى بإذن الله تعالى. وطبعا أنا من أحد الأمور اللي حفزتني على هذا المشروع في بداية دخولي كان الأمسيات الأولى، بداية دخولي في هذا المشروع كانت في مكتب القديم فوق. بصراحة كان في نصيحة من أخ وعزيز علينا في هذا المشروع أستاذ عبد العزيز الأصبحي، قلنا نزيمنا على المصعد، قال لي كمان جديد عندي لك نصيحة، لا تفوت هاي الجلسات، لا تفوت اللقاءات مع الطالب، راح تكتسب خبرة، راح تعرف أنت نفسك وين، راح تتحفز على العمل بشكل دائم وراح تستمر. وللأمانة هاي النصيحة أخذت بها يعني بشكل كبير، لأنه يعني في قاعدة ولو إنه هي قاعدة عامة بتقول إنه إذا كنت بين خمس مفلسين راح أكون سادسهم. فإحنا اليوم المجتمع مع المميزين فأكيد راح نتميز بإذن الله تعالى. وصراحة هذا المشروع خلينا نقول إنه الإضافات اللي أضاف لي إياها طبعا هي نفس الإضافات اللي تكلمت عنها، والتخطيط هاي أهم نقطة أنا في حياتي كنت فاقدها، بل كنت ما بعرفها. يعني مثل بعض الناس بتشوف انه هذا الموضوع من مثاليات او كذا، لا، التخطيط هو اساس الحياه بشكل عام. فالحمد لله انه هذا المشروع اضاف قيم لي انا، اولا اكتشفت نفسي، ثانيا انا هذا المشروع تحدث الاستاذ محمد قبل قليل انه مو فقط احنا مسوقين لمنتجات ككلمه عابره انه احنا مسوقين لمنتجات، لا، للامانه احنا مسوقين لفكر، احنا مسوقين ايضا لحياه ولنمط حياه لايف بشكل عام. فلما نكون انسان اولا عم يهتم بصحته مبدئيا، في هاي الكلمه بعض الناس بتشعر انه امر عادي انه انسان يهتم بصحته، لا، لانه احنا صراحه يعني اختلط علينا مجتمعات كبيره وثقافات كثيره، حتى ثقافه الطعام، فلما احنا تغيرنا تغيرت اجسادنا. فالعوده الى النمط الطبيعي والصحي هو فعلا نمط، هو فعلا شيء بالبدايه ما راح يكون سهل، لكن الحمد لله دي اكسن وفرته. الامر الاخر المعرفه، المعرفه في دي اكس ان يعني حتى في خارج دي اكس ان قوه، لكن في دي اكس ان اليوم عم تحثنا اللي يحثنا هذا المشروع على انه نتعلم مهارات الخطابه، مهارات الالقاء، مهارات التحدث، ما نخجل من وجود كاميرا، ما نخجل من وجود اشخاص اخرين. وهذا الامر في البدايه بيكون شوي محرج على كثير من الناس، فهي كلها عباره عن مهارات ما فينا نكتسبها الا ما نخوض في غمار هذا المشروع. والحمد لله حتى على الصعيد العائلي بفضل الله تعالى، وانا اقول يعني الله يجعل لي هذا المشروع خير لي في الدنيا والاخره، والله تعلمت حتى كيف اتعامل مع عائلتي. راح تقولوا لي انه كيف انه مشروع، اتكلم عن مشروع عن منتج ونظام مالي، لا، المعرفه اللي حثتنا عليها هاي الشركه وهذا المشروع يعني قادتني باني انا اعرف كيف اتعامل مع اهل بيتي واولادي، وكيف اتعامل مع الحياه بصفه عامه والتحديات اللي بكل أمانة متعودين بمجتمعاتنا نتحدث عن تحديات وعقبات فقط، لكن بهذا المشروع تعلمت كيف أني أبحث عن حل، ما أركز على المشكلة على قدر تركيزي على إيجاد الحل، ولكل مشكلة راح يكون حل بفضل الله تعالى. وهي ميزة رائعة جدا بأنه نحن نتعلم كيف نكون إيجابيين، كيف نتحدى، كيف نواجه التحديات والعقبات بابتسامة، وكيف نواجهها ونتعلم كيف نحل مشاكلنا، وايضا نتعلم كيف احنا نكون قاده لفرق بفضل الله تعالى، كيف احنا نبني فرق، كيف نعلم الناس العمل الصحيح، وكيف نوجههم لاهدافهم، صناعه الاهداف، وكيف يتوجهوا لاحلامهم، وكيف انه احنا صراحه تحدث الاستاذ كمال قبل قليل عن موضوع الشهادات وموضوع الخبرات، الشهادات احنا كنا متعلقين فيها، احلامنا كانت متعلقه بالشهادات قبل، لكن انا صراحه في الفتره الاخيره سمعت جمله من شخص هو مو مشهور لكن هو ثري من اثرياء طبقه الشباب، قال كيف احنا بنثق بشخص صاحب شهاده بمدرسه او بجامعه ولكن هو موظف وغير ثري بل عليه ديون، كيف احنا عم نبني ثروات على اساس انه احنا عم نبني
علمنا ومصدر ثروتنا من خلال أشخاص هم أصحاب شهادات لكن مو أصحاب خبرات وكفاءات ولا هم أثرياء. فإذا إذا أنت بدك الثراء بدك تتوجه للأثرياء وتأخذ الخبرة والعلم منهم بهذا المجال. فبفضل الله تعالى DXN قيمة كبيرة ويعني بحث كل شخص إذا كان في حد جديد والله هي نعمة كبيرة إذا إحنا اتخذناها بشكل الصحيح لا يمكن إنه نفرط فيها. وأنا بقول دائما جملة بين شركائي بالنجاح بين فريقي لا يمكن أشوف نفسي خارج هاي العائلة وذكرتكم حتى بالاسم بين أعضاء فريقي أنا ما ممكن أتخيل نفسي خارج هاي العائلة لأنه طالما في ناس عم تحثك على النجاح طالما في ناس عم تخليك تشعر بقيمة نفسك وعم تحفزك وعم تعلمك دون أي مقابل وعم تعطيك المعلومة وعم تكون معك وعم تستشيرهم دون أي مقابل فقط حتى تنجح وعم يدلوك على الطريق الصحيح وكيف تستغل أوقاتك وكيف أنت تستغل نفسك أحسن استغلال بما يرضي الله وتبتعد عن الخطأ إذا أنت في بيئة سليمة بإذن الله. وممكن إن شاء الله تعالى يعني أختم بهذه الكلمة الله يجعلنا هذا المشروع جميعا خير أن تدرك وفي الآخر إن شاء الله الله يبارك فيكم جميعا. هلا أنا تعلمت شغلتين كسبت شغلتين مهارتين جداد من بعد ما سجلت بالشركة واحدة منهم المشاركة واحدة منهم المسؤولية. المشاركة كانت طلعت بورصة بطريق رجع على اسطنبول قاعد أنا على الطاولة قاعدين كلياتنا فالأستاذ كمال الدوسري إجا لعندي وسلم علي فعم يتعرف علي فقلت له أنا أنه مسجل بالشركة صار لي فترة وقال لي شو وين وصلت بالشركة وكذا قلت له أنا مستهلك منتجات عم بستهلك وكنت وصلنا 2000 نقطة من منتجات الشخصية. قال لي حلو وعم تستفيد منه قلت له الحمد لله عم بستفيد. قال لي طيب ما الأحلى من إن الاستفادة أنت عم تستفيد لإلك تشاركها للعالم الثاني خليهم هن كمان يستفيدوا مثل ما أنت عم تستفيد. فالمشاركة كانت واحدة من المهارات اللي استفدتها بفضل الأستاذ كمال الدوسري الله يجزيك الخير عن الجميع. والموضوع الثاني موضوع المسؤولية كمان على موضوع الحديث عن الأولاد والآباء وكذا كمان في كلمة ذكرها الأستاذ محمد القروط غائب هلأ بس هو موجود دائما معنا. من أول ما سجلت بأول يوم إلي بالتسجيل فحكى لي كلمة ما مهم العدد اللي أنت عم تسجلهم تسجل مثلاً 100,000, 10,000 وهدول كلهم نايمين ما مهم هذا الشيء المهم أنت لما تسجل الشخص تدير بالك عليه تهتم فيه هذا مثل ابنك لك تعتبره لك تدير بالك عليه تهتم فيه تعطيه من معلوماتك تعطيه من وقتك هذا الشخص لك تعتبره مثل أولادك فبدك تكون مسؤول عنه. فهذول الشغلتين اللي تعلمتهم وان شاء الله يعني في شغلات لسه كثير بدنا نتعلمها ان شاء الله وعن طريقكم ان شاء الله صدق والله الشراع اللي ذكرته المسؤوليه والمشاركه بدايه حياكم الله جميعا فردا بدون استثناء حيا الله جميع الاخوه والاخوات اللي معنا على اللايف. أهم شيء اكتسبته من DXN بسبب تجربتي معها اللي هو تنظيم الوقت. يعني سابقا يعني أعمل بمجال الإنشاءات ممكن 90% منكم يعرف هذا الموضوع. ننتهي المساء نرجع على البيت حياة اعتيادية عشاء بعد العشاء ناخذ شاور يا فيلم أكشن يا أما تفتح مكالمة مع أحد الأصدقاء وبطعمة بلا طعمة ساعة زمان يا أما تفتح الفيديوهات أو تتابع شيء يعني تروح من وقتك 4-5 ساعات على الفاضي. فحاليا لا اختلف الموضوع حاليا ننتهي من العمل يعدنا ساعة استقطاب ساعة دعوة ساعة شرح لأحد الأخوة ساعة عدنا اجتماع ساعة عدنا تغيير مهارات ساعدنا أحد الأخوة عنده أحد التحديات فصار الوقت للساعة 12 بالليل عندي ممتلئ بشكل كامل
ما ظل يعني ما ظل أوقات فراغ، صدقا ما ظل عندي أوقات فراغ. مسبقا الناس معظم الناس أو أصدقائي خارجا أتكلم معاها يعني، فلما أتكلم معاها يعطيك موعد يوم أو يومين بينك وبين نفسك يعني، شو السخافة هاي يومين أو ثلاث لحتى تعطيني موعد. فلما انضمينا بشركة دي اكس انه عملنا فعلا ما اجد الوقت، احيانا اتصالات انساها ثاني يوم، انه تكون انت عاطي موعد لشخص يجيك اتصال صاحب معاك نص ساعة استقطاب نساك الموعد اللي قبله على هذا الموضوع. فتنظيم الوقت جدا جدا راغي يعني، خاصة استثمار الساعات اللي نضيعها من حياتنا على شيء فارغ. هاي اهم نقطة احب اتكلم عنها. تحياتي لكم. الله يبارك فيك ويجزيك خير. تحياتي لكم والله يسعد مساكم جميعا. طبعا ما راح اطول عليك، ولكن راح اختصرها بكلمتين، لانه دي اكس ام خلتني اكتسب عائله في وضعنا مثل احنا سوريا او العراق او فلسطين، احنا مهجرين ودائما يعني منفيين من وطننا ومن بعض الاوطان، ولكن انا لغيت وطني بدي اكس ام ولغيت اسرتي في دي اكس ام. هذا كل اللي راح اقدمه. تحياتي لكم جميعا. الله يحييك. الله يبارك. هلا انا بالنسبه لي الشيء اللي استفدت منه بدي اكس ام هو كبدايه، هو اهم شغله عندي. لو تحلي صوتك عشان ترى بعضهم ما عندهم ميكروفون. انا شخص بالنسبه لي بحب القعده لحالي كثير، وما احب اني اتعرف على الناس، حتى ما احب اني اختلط مع البشر زياده. هاي سابقه؟ هاي سابقه. الحمد لله رب العالمين، حتى ان كلامي مع البشر اوقات يعني يكون كثير مختصر وعلى قلبي. يعني انت هيك بطبيعتك لو تحب تتشفى شر الناس. لا لا انا هيك هيك يعني، شو بدي اقول لك، اللي هي صارت حالات نفسيه من بعد ما صارت كذا امور. يعني هي رده فعل؟ تقريبا تماما، يعني انه صرت اختصر كلامي مع البشر كثير وكثير لازمي، وما احب الاختلاط. بس الحمد لله رب العالمين، فضل من الله يعني. يوم اللي دعيت للشركة كبداية كنت رافض الفكرة، هاي بصراحة يعني كبداية كنت رافض الفكرة، بس بالنهاية وقت صارت الفكرة انعرضت بشكل صحيح إلي، فتت إلى الفكرة وشفتها وشفت يعني الثراء الاجتماعي، يوم الشخص بيحكي عن شيء اسمه ثراء اجتماعي، يعني هذا كنز بمعنى كلمة كان بالنسبة لي، بالنسبة لوضعي، بالنسبة لحياتي كيف كنت عايشة من قبل. طبعا الحمد لله رب العالمين، صار عندي معارف، صار عندي أصدقاء، تعرفت على وجوه جديدة، تعرفت على أشخاص يعني ما شاء الله شرواكم بالخير. يعني هاي أنا بالنسبة لي كانت كنز، والحمد لله كانت هي أول خطوة تطالعني من شيء كنت فيه كثير كتومة وكثير يعني، لدرجة إنه أنا قد ما أتأثر من هذا الشيء في المشفى يعني بحالة صحية أكثر من 3 مرات. والله نعتبر هذا بحالة مكسب وكم من الأرباح. وقت الحمد لله يعني دخلت شركة دي اكس ان الحمد لله رب العالمين، فضل الله هذا الشيء كل من مسك كل من محل الحمد لله رب العالمين. والشيء الثاني اللي أنا استفدت منه بشركة دي اكس ان اللي هي الإصرار على أي شيء. أنا كنت شخص كثير يعني شو بدي أقول لك، إنه جرب مثلا كنت أجيب شيء غلط جيب يعني، وأشوف أول تجربة زاوية فشلت معي أنسى غلط كله. لا شركة دي اكس ان خلتني إني أصر، يعني بداية بالعمر بشركة دي اكس ان بفضل الأستاذ وائل، الأستاذ محمد بهلي، الأستاذ رضوان من فوق راسي، كانوا في أشخاص دعية على الشغل تجيني ردة فعل منها تيأسني، يعني قول خلاص أنا ما بدي أشتغل. ففضلاً بفضل الله طبعاً إنه قالوا لي الإصرار على هذا الشيء، والدنيا موافقة على شخص واحد، فجرب شخص ثاني ثالث ما ضبط فيه الدنيا مع باي بشر. فحاولت إن أنا يعني فكر بيني وبين نفسي كبداية إنه أقعد هيك أعذاب لحالي بصراحة، يعني تقول رجعت للمود القديم بس يعني بصحة وبإصرار كبير. ان انا بدي اروح الافضل، ما بدي تم محلي، ما بدي ان تم على مود القديم يعني هو انه بس قاعد وحداني لحالي وسام الدنيا كلها يعني. صار في هدف. فصار عندي هدف انه انا بدي اشوف انا نفسي احسن حق شيء، يعني
انا وجودي بالدنيا ليش؟ رب العالمين خلقنا ليش؟ صرت اسال هاي الاسئله لحالي ليش؟ واحد انه لا يتعبد ربه لا بس انه هلا لدينه ورسالات وهيك بس الشغل كمان للدين فصرت فكر بيني وبين نفسي ليه حتى الحمد لله رب العالمين هلا وضعي اموري تمام الحمد لله وفضل الله يعني فضل الله من شهر صرت وكيل وكيل نجم الحمد لله رب العالمين بارك منا الاحسن باذن الله بارك الله فيك الله يبارك فيك هي لك لمالك الصغير مالك الكبير كبير في همته وفي وش تخطيطه صاحب الملكات كترانيه تقع عليكم هديه لا على الثالث ان شاء الله ثالث يقطعوا كنز بعدين والله ايوه كمان تقع عليكم هديه على الثالث اكيد عمره لا مواليد قديش بتطلعي؟ والله 3 سنين يعني مواليده يوم اللي ولدته يعني ولدته ولا مواليده ذيك السنين؟ لا الولاده الجديده الولاده مواليد الحديديه على حسب ابو انس يطلع لنا عنده هنيه هاي مفروغ منها خلصوا قاعد انا ان شاء الله كله تفضل يعني انا الوحيد اللي بالارتبه يعني هون ما دخلنا نحن بلش مالك تفضل ايوه شو رايك بحكي شو يقول ابيض لك يا بدي ارجع اعمل لك هون ما شاء الله في شيء بتفعلي فلسه انا لسه ما شفت شيء سؤال بسيط يقول لك انا لسه جديد ما استفدت شيء من دي لا واقف شوي انا استفدت طبعا هو هذا اللي ندور عليه شو استفدت يعني شيء كثير صراحه يعني اما اكثر شيء استفدته صراحه هو قائمه الاسماء قائمه الاسماء يعني انا احنا صراحه هون بتركيا ما بتشوف الشمس تطلع من قبل ما تطلع الضوء ترجع بعد ما تتاكم الدنيا تمام لا تشوف حدا ولا تتواصل مع حدا فاليوم قلت لي حط كتبت قائمه الاسماء مثلا ذكرت اشخاص من 4 سنين او 5 سنين اعتقد ما شايفهم ولا حاسي معهم لا بتواصل معهم يعني هاي موضوع صراحه كثير كان في يعني انت اكتسبت مهارة جديدة ما كنت تعرفها الا بعد دخولك الدي اس نعم اللي هي قائمة الاسماء قائمة الاسماء عامل لك تواصلت مع ناس صار لي انا بجوز 4 سنين او 5 سنين ماني متواصل معها يعني قائمة الاسماء وكذلك التواصل يعني صلة الرحم هي هاي صراحة يعني صرت تواصل مع ناس من زمان ما تواصلت معها اصدقاء ومعارف واقرباء لكن مشاغل الدنيا كانت عم تشغلنا عنهم لكن اليوم صار تتواصل معهم حتى في ناس بنيت علاقات جدد مثلا من غير دول حتى بجوز تمام صرت تتواصل معهم انا شخص بطبيعه في اجتماعي يعني بحب اتعرف على الناس بحب اتعرف على ناس جدد اعطتني هي فرصه كثير كبيره تمام حتى اليوم انت وقت اللي بدك تتعرف على اي حدا بتدور على حديث تحكي معه وقت اللي عندك حديث مشترك ومو اصدقاء يعني انت بنيت اليوم اسره صراحه يعني هون الاخ هون بعيد عنك ما يعني ما في حدا في علاقات ما في حدا تقعد معه طبعا هاي الكلمه رائعه جدا وصارت معي مع احد اخواني خليك لانه طلع الدره رائعه جدا ما شاء الله عليك ولا يقولون البقيه ما شاء الله لكن قال كلمه لامستني فعندي واحد من المقربين تواصل وياي فشلونك شلون صحتك شخبارك الكلام هو نفسه شلونك شخبارك شلون الصحه شلون الاولاد خلصنا حكي طمنيت عليه وطمن علي فضحكت ثاني قال لي ليش تضحك قلت له سبحان الله بيني وبينك ما في عمل مشترك بس انت يعني خلينا نقول من المقربين بمجرد السؤال فقط من باب صله الرحم جاي نتواصل ما في هموم مشتركه ما في تحديات مشتركه ما في كذا الا اللهم تصير امور تخص العائله كذا نقعد ندردش فيه تصير نتواصل
ما يصير على قد السلام والأعياد والمناسبات، بينما أخوك اللي يشتغل معاك تقعد تتواصل إياه باليوم أكثر من 10 مرات. كم يوم تتواصل أنا؟ كم مرة باليوم نتواصل؟ كم نقطع عن بعض؟ كم مرة نتواصل أنا باليوم؟ عنده من الظهر بعض. لذلك الكلام اللي قاله رائع جدا. اليوم الله سبحانه وتعالى رزقنا عمل يخليك تبني علاقات مع من يدخل معك، وتقوى علاقتك إن كان أخ أو غريب، تقوى علاقتك معه بقوة عملكم. لذلك تشوفنا إحنا اليوم أعضادي أكسن نلتقي في محاضرات، في أمسيات، في اتصالات، في متابعة، خاصة آخر يومين من الشهر. ألو السلام عليكم، شوف فلان ليش ما أهل، شوف هذا ليش نقاطه مو مكتملة، شوف هذا شغل وتواصل شغل. وطبعا هذا الألو يجر وراء مواضيع أخرى، ها ذكرت بكرة أنا جايك، ذكر كذا، أسوي لي كذا، تلقى الحديث متبادل وهموم مشتركة ومتبادلة، والحديث ما ينتهي. توصل لدرجة أنه واحدهم يتكلم كل اللي عنده، وبعدين أول ما قال لك مع السلامة يسد الباب يتذكر موضوع عن ثلاثة المفروض هو حاكي معك. مرة فيكم مو؟ أبو شفين؟ حطوا على الشحن ها؟ ليش طفى؟ والشاحن؟ طيب خلاص خليهم، هاي نقطة سجليها عندك. طيب وين كنا؟ لذلك صاحبك تحكي معاه نهار كامل أحيانا أو أمسية كاملة تطول ساعتين 4 ساعات، بمجرد ما تفترقون تحس نفسك أنه ما أخذت كل اللي تريده، ما جاوبك على كل الكلام، أو أحيانا بعض النقاط لسه تحتاج جلسة أخرى ليوم آخر لأسبوع آخر حتى تقعد تشبع من عنده كلام أو مهارة أو عبارة. لذلك أنا أشكر أستاذ مالي. لذلك تقبل تاني معي لا انا عندي كثير صراحه بس لكن ما عم اقول لك يعني لا اللي عنده كثير صراحه لانه اقدم مني ما شاء الله سفره كثير منيحه هذا بعد ما انا فايت الشيء الثاني يعني اللي بدي احكي فيه صراحه هو موضوع على غرار انه احنا كلياتنا مصلحتنا واحده يعني انت وقت اللي عم تحكي مع شخص عم تحكي معه كحب فائده له ما عم تحكي معه بالضبط اي شيء كان مثلا رح يكونوا مع بعض لا مصلحتي ابدا هون لا مصلحتي ومصلحته وحدك حتى اللي ما معي مثلا حتى اللي انا موخذينه مثلا هو ولا اي فانت الشركه فائدتي نفسها حوالي الاتفاق نعم اي نعم الله يجزيك خير ابدعت يا طيب يا أخوان بارك الله فيكم ماذا نقول وماذا نذكر عن دي اكسن يعني بكثرة فواردها الإنسان حقيقة يعجز أن يجمعها كل ما ذكر وأكثر بكثير الأمور كثيرة والفوائد كثيرة حقيقة وبكل عمق وبكل يعني حقيقة معنى كلمة أثر الشامل فعلا أثر الشامل مهما حاولنا نبحث عن مصطلحات أخرى آخرتها تنضوي تحت هذه الكلمة ثراء شامل من كل الوجوه فعلا كيف فكرنا فيها يعني حقيقة بكل معنى الكلمة مع الفارق الكبير طبعا في عنا دين رب العالمين ووراءه جنة ونار ونسأل عز وجل أن يرحمنا برحمته ورب كريم يعطي أجور ويأتي حسنات لكن بعد هذا الدين العظيم لا أجد حقيقة أشمل من هذا المشروع دين دين شمولي رب العالمين يعني دين كامل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيتكم هذا دين من لدن رب حكيم عليم من صفاته الكمال لكن ما بعد ذلك حقيقة أجمل وأشمل من هذا المشروع والله ما مر علينا كيف ما فكرنا فيه تجدوا أبواب خير متنوعة بكل وجوه لذلك فعلا كلمة الثراء الشامل أشمل كلمة مهما حاولت تطلع كلمة أخرى تجد نفسك يعني مرجع لهذه الكلمة ما
من ضمن الامور نقطتين بسيطتين بس نحب نقف معهم اضافه على اللي تفضلتوا فيه وكله سليم واكثر منه حقيقه. من يمكن تقريبا يومين العنوان النقطه اللي بدنا يعني نذكرها حتى تفهم القصه اللي احنا نذكرها بشكل مباشر اللي هي التفكير الايجابي، انك تتعود على الافكار الايجابيه وتبتعد عن الافكار السلبيه. سبحان الله وصلت معنا لمرحله انه اشبه لو بدنا نشبه الصوره شوي اشبه باللي ما بيدخن لما يقف، مع احترامنا لاخواننا المدخنين ونرجو لهم انه يتركوا هذه البلاء حقيقه، كيف واحد بس يكون غير مدخن يقف جنب واحد مدخن كم يتاذى من الريحه من الرائحه، لكن مدخن بالنسبه له مألوف متعود على ذلك للاسف، يعني عايش الجو ومتاقلم عليه. الفكره السلبيه سبحان الله بفضل الله عز وجل نعمل وصلنا لمرحله من يومين عم بحكي يعني مع ابنائي في البيت، فواحد من الابناء عم يسال اخوانه بالعموم يعني عم يقول عن نقطه معينه في كذا موجود، اخو الثاني قال له ما في شيء، بس كلمه ما في شيء لا شعوريا وجدت نفسي انتفضت ونهرت هذا الابن، انا طبعا شاب ولد صغير عم نحكي مع شاب، فنهرته وزجرته زجرة قوية جدا على هذه الكلمة، ما تقول له ما في شيء. أنا عم يسأله أنا أرديت عليه، قلت له لا، عم يسألك لو أنت عم تعتبر جوابك طبيعي عم تسأل بتقول له لا ما في، أما تقول له ما في شيء هذه المبالغة الزائدة هذه بحد ذاتها لفظ سلبي. سبحان الله بعدين بعد ما مر الموقف عم راجع نفسي أذنك ما عادت تتقبل تسمع كلمة سلبية، بفضل الله عز وجل صرنا عايشين الجو الإيجابي. الحياة كلها تحديات، اعتبرنا تأقلمنا على التحديات على أن جزء من مسارنا في كل حياتنا وليس فقط في مشروعنا، لكن من هنا كانت الانطلاقة مثل ما تفضلت قبل قليل في مشاركات أنه الفوائد اللي نخرج بها من هذا المشروع تتعمم على كل جوانب حياتنا. فحتى أبني كلمة واحدة بس سمعتها منه مباشرة لا شعوريا يعني نهرت وزجرت فعلا زجر قوي على هذه الكلمة. بعد ذلك عم فكر أنه سبحان الله شوف لما وصلت أنا حتى يمكن شوي تفاجأت من نفسي انه يعني بوقتها بررت له اياها انه ما تقول ما في شيء، كلمة ما في شيء النفي المطلق هيدا معناتها انت منه عاجبك الوضع وفي عندك موقف لا هالشيء منه موجود؟ لا وانتهى الامر منه موجود. لكن ما في شيء يعني كل شيء سيء. حكم عام مطلق سلبي سبحان الله ما تقبلنا نفسيا. هذه جزئية واحدة. الجزئية الثانية اليوم مع استاذنا وقائدنا المبدع الكريم استاذنا ابو صهيب يا كمال للاسف فاتك الموقف ما كنت معنا فيه. كنا في مكان وبفضل الله عز وجل يعني حصلنا في خير، فأستاذنا الحبيب بيقول شو رأيك ننشر هذا الموضوع أو هذه الفكرة أو هذا الخدمة على الجميع حتى يستفيدوا منها بدون ما نذكرها صح؟ لأنه نشرها فيما بعد. قلت له طبعا ولو خير خليه يعمل الجميع. سبحان الله بعدين تأملت هيك في نفس الموقف طلعت هيك قلت له يا صهيب والله شيء أخي شو هالمشروع هذا؟ يعني سبحان الله حببك بينشر الخير للناس كلها نقطة يعني بلا ما أخذت فرضا هالكافيه مثلا عم يضيف فنجان قهوة لكل المرة وأنا مريت وخدت الفنجان. طيب لو وصلت قدام شوي تجمع الشباب معي أو على الواتساب والله يا شباب الكافيه الفلاني عم يضيف قهوة مروا اشربوا ماني خسران شيء خلي الخير يا عم. سابقا ممكن ما كنا نفكر بهالطريقة هي بهالمستوى. ممكن لو عندي صديق عزيز ممكن أنصحه نصيحة خاصة مثلا، اما انك تتمنى الخير لكل الناس هذه فعلا ايضا من يعني عميق المعاني اللي ترسخت في نفوسنا بفضل الله عز وجل من وراء هذا المشروع. فحقيقه يعني احد القادة اللي عنده سلسله دي اكسين غيرت حياتي، انا ممكن نقول دي اكسين غيرت دمنا غيرت عقولنا غيرت فعلا كل حياتنا بكل تفاصيلها يعني بدايه من الداخل ثم تنعكس الى الخارج. يعني بارك الله فيكم. شو القصة عندك اليوم؟ الله يبارك فيكم. طيب بدي اخذ طرف من الاستاذ وشيخنا كمال الدوسري. اي ابشر. بس يعطينا توضيح عن الفكر الايجابي والفكر السلبي. طبعا هي موجوده لك حالات على اليوتيوب ولكن انا حاب اسمعها على طول. هو هذا موضوع كبير حقيقه، موضوع التفكير الايجابي. هو يعني إنسان ينظر نظرة مختلفة للحياة، حقيقة هي مرتبطة بقضية الإيمان. يعني أنت كمسلم شنو أسوأ شيء ممكن يصير بعد الحياة؟ شنو أسوأ شيء ممكن يصير؟ أنك تنتهي حياتك صح؟ إحنا عندنا مفهوم أنه في حياة آخر وفي
في نعيم. اصلا حتى هذه الدنيا لما تنظر لها واقع حقيقي هي ترى الموضوع بيها كلها رحله يعني. بدليل انه انت عارف نفسك انه يجي يوم راح تسافر راح تغادر هذا المكان. هي الرحله شنو؟ لما تروح حاجز عوده وذهاب، ذهاب وعوده، مو عارف يعني متى ترجع ويمتى. الفرق اللي بهذه الدنيا احنا ما نعرف متى تاريخ العوده. الوطن الاساسي هو الاخره يعني. نسأل الله أن يجعلنا جميعا من أهل الجنة. آمين. هو هذا الموطن الحقيقي للإنسان. ترى لا سوريا ولا العراق ولا فلسطين ولا ها مو موطن. ها كله رحلة مؤقتة. طيب. تخيلوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قامت الساعة وفي أحد وفي يد أحدكم فسيلة شو يسوي؟ زين وين الدنيا والجبال و فذرها قاعا صفصفة والدنيا مقلوبة، أنا وين أروح أقعد أغرس؟ شو أسوي أغرس؟ لآخر لحظة أنت تعمل تزرع ليش؟ تزرع الأمل. ليش؟ لأنه أنت يوم القيامة ما تحاسب على النتائج، ما تنتظر نتائج. أنت المهم تزرع، المهم تسوي خير. أنت يوم القيامة تحاسب على السعي. ولذلك يوم القيامة من الناس، من الأنبياء من يأتي وليس معه أحد، ما عنده نتيجة صفر. فأنت تتخيل لما نبي يجي وما معه أحد، المشكلة وين؟ في الرسالة؟ لا، من الله. في لا، هو الله اصطفى اختار نبي. طيب وين المشكلة؟ ما في أي مشكلة. ناس سلبيين ما رادوا يسمعون، يعني بالمصري طز. هو أدى بالنهاية. أنا سعيت. وهذه بشرة لكل إنسان يشوف تتأخر عند النتائج. ما مشكلة، أنت همشي بالمسار الصحيح. لأنه موضوع الرزق هذا موضوع ثاني، موضوع أرزاق الله سبحانه وتعالى، يعطي ويمنع من يشاء. أنا المهم أشتغل بالأسباب، إذا لي خبزة راح أخذها. لن تموت نفسا حتى تستكمل رزقها. كن مطمئن. بطن أمك بالشهر الرابع أو الثالث، ما أذكر الحديث بالضبط يعني، انكتب الرزق والأجل وكل شيء، شقي أم سعيد. فالموضوع محسوب منتهي. رفعت الأقلام وجفت الصحف. إذن الموضوع شو اللي يخليني أنا حزنه؟ ولذلك الناس اللي يفهمون هذه المعاني تلقى اختياراتهم صحيحة صائبة بالحياة. يعني أنا أنصحكم اللحظة الحلوة بحياتكم، شايفين هالساعة اللي قاعدة ضحكنا فيها، لا تتذكر أي شيء سلبي. لو عندك مصيبة انساها، استمتع بهاي اللحظة لأنه ترى لن تتكرر، واستثمرها بالشكل الصحيح وعيش مرتاح. حتى بعض الناس يكلموني مرة في ملتقى الرائد، هذا رتب وانت صعد مدري ايش. طبعا انا فريقي كبير عريض الان، ما شاء الله في عندي من الرتب اللي طلعه واللي وصل حتى كرام بسر، كثير من القاده الموجودين عندي بفرق الفتح. كمان انت ليش؟ قلت والله انا ماشي على نظريه استمتع بالرحله. انا بالنسبه لي الحمد لله، وهذه عباده من العبادات يسمونها عباده الرضا، وايضا تتعلق في الموضوع الايجابي. والله يوسع عليك، لان هي ترى مو بالكميه، في شيء مخلوق يجهله كثير من الناس، لكن المؤمن يعرفه، اسمه البركة. قد يكون عندي مليون دولار والله يكافيكم الشر والسامعين، ومريض بالسرطان، ايش فايته؟ ما في بركة، ما في سعادة. انا قاضيها بالمستشفيات، وانا شفت ناس اثرياء، يا قالت لندن عملية، يا قالت مدري ايش. والله ان بعضهم قائمة، يعني هذا مو سوالف، وانت يمكن مرة عليكم، قائمة الأكل الممنوع منها تشفق عليه، هو غني. مين اللي يأكلها؟ يعني الخدم اللي موجودين عنده والناس، هم مستمتعين بحياتهم أكثر من مستمتعين بمال. مستمتعين بمال. إذن الموضوع، الموضوع هو مو موضوع عندي لو ما عندي، الموضوع شلون أريد أفهم الحياة حتى أعيش سعيد. اختار طريق صحيح والله راح يحاسبك على السعي، ما راح يحاسبك على النتائج. وهذا الفرق بيننا وبين الأمم المادية. الأمم المادية ينظرون إلى النتائج ويقيمون الناس على أساس النتائج. أيضا معلومة مهمة جدا ولها علاقة بهذا المفهوم، تشوف الدين ترى يتوافق ويا الفهم الصحيح للحياة. ما يريدنا فقراء يعني. يعني على سبيل المثال خذوها مني، أي إنسان يهتم بالمظاهر ويحاول يرضي الناس على حساب نفسه هذا مو سعيد. ولذلك الناس اللي يبالغون في لبس الماركات والسيارات الهاي والمدري ايش ترى مو سعداء. هذول اللي يراون الناس انهم سعداء. اغلب هذا النمط من الناس منهم
السياسيين، طبعا السياسيين الحرامية، الفنانين، وهذول ثراهم مؤقت شوية وصار عليه انقلاب وصار مفلس وعائلته مشردة. وين الفلوس؟ القصور كلها راحت انتهت. بينما النمط الثاني مثل سبحان الله راح عني اسمه، من 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 أثرياء العالم، سألوه قالوا له أنت شنو هاي الفيلا القديمة؟ أنت من أثر ملياردي، من أكبر المليارديرية بالعالم، هاي الفيلا مالتك صار لك 20 سنة ما مغيرها. قالوا ما أنا منبسط مرتاح فيها. ليش؟ نظرية الأثرياء في المال والسعادة هي مو بالإنفاق، نظريتهم سلامة الله بركاته بالسعادة هي مبنية على أساس أنك تترك أثر، تسوي إنجاز، تأثر في حياة الآخرين. يعني هذا الفهم الإيجابي لهم. يعني مثلا وأنا شاهدت ناس يعني معانا في الدي إكسن ترى ما محتاجين فلوس، مستمتعين بهاي البيئة، رحلات ومحاضرات، يجد تقدير الذات والاحترام والناس تحبه وتقدره وين ما يروح. يقول لك هذا ما حصل في البزنس اصلا، اللي وياي بالشركه كلهم منافقين، لان انا مديرهم، لان انا اعطيه فلوس، لان ما يعني ما يحبوني لانه انا فلان، صح ولا لا؟ فالموضوع الموضوع عندهم. لذلك تشوف هذول النوعيه من الناس ترى تلقاه يستمتع بحياه الفقراء ويا الناس البسطاء قاعد هو ثري غني. فتجيب لي اتحدى هسه هذا والكلام يمكن هو هسه مسجل يسمع، يطلع لي واحد صورة لستيف جوبز لابس ماركة، ولا مثلا منو بعد، بيل جيتس، ولا جيبوا لي منهم روبرت كيوساكي مثلا، ولا هارف ايكر، ولا ما ادري هذول اللي يتكلموا بالنمان، والله لبسهم عادي. من اللي يلبسون شيك وكذا الفنانين ودور الازياء، وبعدين طب ماتت من السطح طايحة، وهذا اللي محترق، وهذا اللي ما ادري ايش منتحر، وهذا اللي افلس، وهذا اللي، لانه هذول اصحاب ثروات غير مستقره، هذول الثراء عندهم عارف طارق. اما هذاك لانه يعرف قيمه المال، قيمه المال هو بالعطاء، قيمه المال بالعطاء، قيمه المال بانك تترك اثر. سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم صاحب اكبر يد عليا على البشريه، يقول كان اجود الناس يصفون الصحابه، تخيل الصحابه في زمن الصحابه اهل الكرم، العرب يعني اصلا سجية الكرم عندهم موجودة قبل الاسلام. كان اجود الناس واجود ما يكون في رمضان، يصفون في بعض الحديث يقول كان كالريح المرسل يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. مجننين الاعرابي هذا اللي جاء اللي اعطى واديين مليء بالغنم كذا، قال جئتكم من رجل يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. شو هذا؟ هذا ما يعرف انه اكو شيء اسمه فقر فعلا. شلون واحد يخاف وعنده رب كريم عظيم بيده ملكوت السماوات والأرض؟ شنو هي الكرة الأرضية؟ هيش ما تنشاف ترى بالمجرة، الكرة الأرضية كلها بما فيها والناس اللي فيها والأملاك والأطيان والأراضي والقصور والسيارات كلها ما تصير يعني هيش في المجرة، هذه كلها يملكها رب العالمين. طيب أنا شلون ما أطمن؟ شلون راح أجوع؟ ويعني هو الملخص انه انت لما تتخيل في هذه المعاني شلون راح تصير سلبي؟ ما تقدر، غصب عليك ما تصير سلبي اصلا. الضوج لما نصير سلبي ليش لحتى تصير سلبي؟ شنو اللي يخوفني انا؟ مين اللي يخوفني؟ ولذلك في كلمه شهيره لاحد العلماء يقول ماذا يفعل اعدائي؟ شنو يسوون؟ ينفونينا في سياحه، راحت الناس وشوفوا يسجنوني سجن يخلوه، يقتلوني قتلي شهاده، مسيطر. وحسن البصري مقولة قال لا يعلم الملوك ما في قلوبنا، يعني من لذة الملوك، ويقصد طبعا هذول مسلمين بس متنعمين، قال ترى والله يعني يقول الجماعة اللي هم مرحلة بالإيمان أعلى من هذول الملوك اللي متنعمين بحالهم، قلت ترى والله هذول يعرفون النعيم اللي عايشين احنا، والله لجلدونا عليه بسوء، حتى هاي قاتلون عليه. ما عنده شيء معروف حسن البصري. شوف زهر عمر بن الخطاب، تتخيل واحد هسه يجي منو اكبر دولتين بالعالم؟ يغزيهم وياخذهم كلهم، هم واملاكهم غنايم وذهبهم نسوانهم كلهم ياخذهم، مو ايش سوى؟ شنو عمر بن الخطاب؟ مو يقولون يعني اذا صحت الروايه هذه انه نائم تحت الشجره، رجال عادي جدا.
فالقصد ان هم فاهمين الحياه، احنا اللي ما فاهمين الحياه، انه الحياه انه شلون تعيش بشكل ايجابي. ترى هي الموضوع، حتى الفلوس، هي الفلوس احنا ليش نسعى لها؟ حتى ما نصير حاجتنا عند مخلوقين، نصير عزيزين النفس ونكون ايجابيين ومساعده الاخرين. ولذلك الان بعض الدراسات الاخيره اللي تكلمنا عنها ذاك اليوم بالليل نشرتها الجزيره، والله على اساس مخترعين اختراع هم، احد العلماء قال والله اكتشفنا ان 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 العطاء يقوي جهاز المناعه. خبر قديم، داوم مرضاكم بالصدقه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول قبل 1400 سنه احنا عدنا هذا البحث مالكم، انه فعلا ترى مو بس الريشي يرفع جهاز فايضا الصدقه ترفع جهاز المناعه، انك تساعد الاخرين لانه تحس بحاله نفسيه. يعني ما ادري اذا احد جربها منكم، الاجمل منه من العطاء المالي هو العطاء في انك تغيير فكر الناس. تدرون ترى هذا اعظم بعد، خاف تقول ما عندي فلوس، بس مجرد انك تقعد ويا انسان وتغير تفكيره ويقول لك والله حياتي تغيرت واريد اشكرك او كذا، جربوها. انا هذه من يعني عندي تعادل البونص لنهايه الشهر لما اسمعها من اي واحد. قبل شويه قالها الاخ، والله تاثرت، انا ما اذكر يعني الموقف هذا صار، هو متذكره سجل بس مسجل عندك، قلت يا الله انا قلتها كيف يسال الله ان يجعلها ربنا. هذه اجمل شيء، اجمل شيء في انك تحس انك اثرت في حياه اخرين للافضل، فهي هذه الايجابيه. وعليش انظروا يعني هذه يعني تخيل ان الله سبحانه وتعالى هذا الكريم العظيم يعني غير نرى اثر كرمه، صح؟ فاذا نؤمن بكرمه اكيد فرص كثيره والله، واكيد الخير كثير. بس قول احنا ما جايين نشوف هذا، مثلها هو طبعا ما عنده الايمان اللي عندنا. هارفي إيكر في كتابه اسرار عقل المليونير قال امثل الناس اللي يشتغلون بالوظائف والناس اللي يستثمرون، قال مثل واحد يقول نفس الشيء انا اقول، هذا هو جاي حاله صارت معه. كنت امشي في غابه، ان شاء الله هاي من ضمن الحلقات اللي راح نسويها غير امسيات ابو صهيب، راح نناقش فيها كتب لها علاقه في صناعه البيع المباشر. كنت امشي في غابه وصار مطر شديد، فنصبت خيمه عندي وجلست داخل هذه الخيمه، جلست داخل الخيمه. يقول فخلص المطر، طلعت لقيت الغابه كلها مبلله. على قولت واحد المدربين يقول والله واحد من يقرأ كتبهم إذا ما يعرف المغزى ما يقول دولش قد تافين شنو مبللة وغابة زين طلعت كلها مبللة طبيعي طبعا لأن الدنيا ما أطرب، بس تحت الخيمة مالتي ما واصل مطر، وأكثر ما موجود المطر حوالي الخيمة. فيقول بالضبط اللي أغلق فكرة على مبدأ الوظيفة وما يفكر تفكير يعني المليونير، بالضبط مثل هذا اللي شلون الخير قاعد ينزل المطر، هو دخل داخل خيمة والدنيا كلها حوالينا قاعد تاخذ هاي الفرص، هو قاعد ما يوصل شيء. فاحنا نؤمن بان الله سبحانه يعني هذا رب الكريم العظيم، يعني مو صعبه. انت تقرا مثلا بالسيره على حادثه عبد الرحمن بن عوف، ترى شيء يدوخ، يعني انتم لا تفهمون الموضوع، ترى التجاره بزماننا اسهل. يعني عبد الرحمن بن عوف جاء طريد شريد مهاجر ما يملك ولا شيء، يجي تاجر، تخيل انت جاي هسه التركيا، يجي تاجر يقول لك تعال يريد تطقم، يعني مثلا على اساس الجمعه في مهاجرين والانصار، تعال هاك نص مالي. كان قسمه نسيت مع احد الصحابي الانصاري نسيت اسمه، من اكبر تجار المدينه. شوف ربك سبحانه، ايش تتوقع شو يقول؟ واحد يتبرع لك نص تارتين، جزاك الله خير. قال له لا، هذه العبارة الشهيرة اللي بعدها صارت منهج مدارس الأمس، قال لا بارك الله لك في أهلك ومالك. طبعا كان من القسم حتى الزوجات وكل شيء، كان يقسم لنا من كل شيء، البيوت والمال. دلني على السوق إيجابي، أنا رب كريم، أنا ليش أخذ منك؟ ما أخذ من أحد، أنا صاحب يدعو لي، أنا ما أخذ من أحد. دلني على السوق، هذه عبارة سواء أحد المدربين منهج يعني اسمها دلني على السوق، مؤلفوا عليها كتب ودراسات. راح للسوق يقول ما لبث غير فترة يسيرة فإذا هو من أكبر تجار المدينة، لأنه علق قلبه بالله عز وجل وعارف أنه ما يشتغل مع رب كريم.
حتى يصفون بعض الصحابة يقولون كان يضع يده على التراب فينقلب ذهبا من كثر البركة اللي الله يعطيه، حتى إذا حط يده على التراب يصير ذهب. وبعدين تجي عليه لما جاء الصحابي اللي قال له روح أخذ من عبد الرحمن بن عوف، يقول شاف يجمع الزيت في قطن ويرجع يعصره يحطه فيه، قال له هذا ما يعطيني هذا وين، رجع على الرسول صلى الله عليه وسلم بدون ما يطلب منه، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال اذهب. ولما رجع له كان يريد ما أعرف خير، قال له اختر أيهما شيء أو يعني اللي يعجبك منه، فاستغرب على طريقة الكرم وطريقة لجمع الزيت، فسأله قال له نجمعه هكذا وننفقه هكذا، لأنه مو معناه أنك كريم ما عندك حسن إدارة للأموال وما تعمل بالأسباب وما تشتغل صحيح وما تخطط كلام شيء بالتبذير شيء والتبذير شيء. الله يبارك فيكم ويجزيكم خير، احنا وصلنا على وقت النهاية. إذا أبو صايبي اللي يختم لا كيفكم والله أنا مستمتع وياكم مستمتع فنضل للصباح. يعني طبعا ما قد السؤال في نقطة بخصوص موضوع الإيجابية والسلبية، صراحة أكثر شيء أنا بشوفه يوقف الإنجازات والسلبية بالضبط، حتى بمسألة حلول المشاكل أنا بعض مثال الناس حتى بالأمور العادية الأمور العامة أي نعم الشخص يشتكي من أي مشكلة، يعني صارت عندي طبيعة نعم عنها أبو أنس الله يجزيه الخير إنه ما عاد نطيق سماع السلبية.